بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. ورجل في غنيمة في رأس شعافة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم والنسائي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين المؤمن على اجتياز فترات الأزمات، أن يهيئ نفسه أن يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه، جهاد في سبيل الله، يكون مجاهدا وفي سبيل الله يعني يكون مخلصا، لا يكون عمله للشيطان، لا يكون عمله حتى يزهو على الخلق ويتكبر عليهم، إنما لا يبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ننبه في هذه الأيام والليالي الصعبة اللي محتاجة لأن يتكاتف الناس تكاتفا قويا، أن يتلاحموا وأن يكون أمرهم كله يحكمهم شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، يحتاجون إلى البعد عن الزهو وعن الغرور، خاصة أن كثير ممن يقف للحراسة في إيده شومة، في إيده سكينة، في إيده سيف، في إيده سلاح، هذا السلاح في أيدي الناس قد يعطي الإنسان شيئا من الغرور، قد يعطيه شيء من العتو والاستكبار على غيره. لا، الذي يهذب نفس الإنسان إنه يبتغي وجه الله سبحانه، إنه واقف علشان يكون من أهل الجنة إذا كان يحرس ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرس، يعني من أفضل الناس في حياته للناس الإنسان الذي يدافع عن الناس، الإنسان الذي يؤمن الناس لا يروع الناس. نقول لإخواننا اللي بيحرسوا الشوارع والطرقات: كونوا مصدر أمن وأمان للناس، لا تكونوا مصدر ترويع، إن تفضل شاهر سلاحك على اللي رايح واللي جاي، تخوف النساء، تخوف الصبيان، تخوف الناس. لو تخيلنا إن كل منطقة الناس فيها فرحوا باللي في إيديهم من سلاح ومنعوا على المنطقة التانية الدخول والخروج، أصبح الإنسان مهددا، يبقى آمن بس في خلال الشارع بتاعه، يطلع للشارع التاني يلاقي اللي يفتشه، ويكتر الحرمية واللصوص في إيديهم سيوف ويفتشوا الناس بأي دعوة من الدعاوى. لا لا لا، مسألة إن عربية تعدي في الشارع نوقفها، استنى نفتشك، تفتشه ليه؟ سيب اللي يعدي يعدي، طالما ما فيش أي حاجة تشكك في الإنسان، سيب اللي يعدي يعدي. إنما كتر المتاريس المحطوطة اللي تمنع الناس من المرور ويتعدى يقف 20 مرة في الشارع، ما هو أنت هتطلع من حيك هتروح حي تاني هيتعمل فيك كده؟ لا لا، سنوا للناس سنة حسنة، بلاش السنة السيئة اللي تأخذ عليها ذنبا عند الله أنت، وكل اللي يعمل زيك تأخذ أنت ذنب هؤلاء. لذلك الإخوة اللي يعني واقفين في الطريق يوسعوا، أعطي الطريق حقه، حق الطريق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الطريق؟ قال: رد السلام.
وغض البصر والأمر المعروف والنهي عن المنكر، حقوق الطريق، أن الإنسان يغض البصر عن المحال، أن الإنسان يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لا يكون وقوفه هو هو المنكر، أن يضيق على الناس الطريق، العربيات مش عارفة تروح ولا تيجي من كتر المتاريس المحطوطة ليه؟ لا مش محتاجين لهذا الشيء. لكن إذا شكيت في حالة اتصرف مع اللي تشك فيه، ما تستفزش الناس، الناس فيها اللي مكفيها. لكن كل ما حد يعدي نقفوله بالشومة وبتاعه وقفه، يبقى الناس، أنا شايف عربية خضار معدية الناس خايفة فيه، الناس خايفة عمال يسلم على كل واحد في الشارع الكبير والصغير لغاية ما عدى الشارع بتاعنا. لا مش مطلوب ان احنا نخوف الناس، مطلوب الأمان للناس، وان نسن للناس سنة حسنة في شوارعنا وفي حينا وفي الأحياء الأخرى، يكون في أمان يا جماعة. فخير الناس هذا الإنسان الذي يدافع عن المسلمين، الذي يؤمن الناس، يجعلهم يستشعرون الأمان. ودايما اللي في إيده سلاح، السلاح بيدفعه لأنه يستفز غيره بسلاحه. خلي سلاحك مغمودا، ما حدش يطلع مطوى، يطلع سيف، يطلع سلاح يخوف به الناس، لما تحتاج لهذا الشيء بطلعه، بطلعه. لكن ما تخوفش الناس، الناس مش عارفة اللي واقفين على الأمة دول من ضمن المسلمين اللي بيدافعوا عننا ولا اللي هيقطعوا علينا الطريق. ما تخوفوش الناس يا جماعة، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله في الناس، ويبقى كل حاجة في حدود المعقول. برضو اللي بيسهروا بالليل أحيانا بيحصل هزار بالسلاح اللي في إيده، يهزر مع ده. سمعنا امبارح واحد اتعور، واحد بيجري، الناس بتكره حرام، يضربوه، قطعوه. ليه؟ ليه هذا الشيء؟ لا، اللي واقف يستحضر ان واقف لله سبحانه وتبارك وتعالى. بقول كلامي لإخواننا وللإخوة أهل الشارع والإخوة أهل الحي وللتجار الموجودين في المنطقة وللإخوة اللي في السوق، إنه الأمر أمنوا الناس مش تخوفوا الناس. أمن، واللي بيخيف الناس حقيقي عليه يوم ربنا هيخوفه. فإحنا مش عايزين البلد توصل لخرابة، مش عايزينها تتخرب. الإخوة الموجودين في الطريق لو فضلوا شهرين السلاح كده يخوفوا الرايح واللي جاي، هيبتدي غيرهم يخلوا العربيات معدية، ياخدوا الفلوس اللي فيها، ياخدوا الخضار اللي فيها، تحصل مجاعة، تحصل أزمة في البلد، والناس تخاف، ويرجع تاني الحرامية اللي بيسرقوا المساجد، واللي بيسرقوا الشباشب، واللي بيسرقوا البيوت. نسأل الله العفو والعافية. ما هو اللي بيبتدي بحاجة مش عارف نهايتها هتوصل لإيه. مش عايزين بلدنا توصل للخراب ولا للدمار، ومش عايزين إحنا نكون سببا من هذه الأسباب. عايزين نؤمن أنفسنا ونؤمن بيوتنا ونؤمن الناس. الحرامي اللي تمسكوه ولا تسلموه للضابط ولا للشرطة العسكرية، ولا هنا الأمر مش إن إحنا عايزين نفرض عضلاتنا على الناس ونوري إحنا بقينا هو. لا، إحنا بنرجو من الله إن يعدي الأزمة على خير ويرجع الأمن والأمان مرة ثانية لبلادنا. فنتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير الناس للناس الإنسان الذي هو أنفع الناس للناس، يكون منفعة للناس، إن يؤمنهم ولا يروعهم، إنه يكون معهم، إنه ما يسيبهمش وأنا مالي ماليش دعوة. لا، ده مش وقت ماليش دعوة، ده وقت إن إحنا كلنا نتكاتف بعضنا مع بعض. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عينان لا تمسهما النار. هذه رواية ابن عباس. وعن معاوية بن حيدة قال: ثلاثة أعين، ثلاث أعين لا تمسها النار، ثلاث أعين لا تمسها. يبقى هنا الإنسان المؤمن عايز لما يوم القيامة إنه ما متقرب ليش النار بإيه؟ بيقول له عين، عين حرست في سبيل الله. وهنا شوف القيد، في سبيل الله، مش في سبيل الشيطان، مش في سبيل الهوى، مش علشان أوري نفسي أنا فلان وأنا فلان. لا، يحرص ابتغاء وجه الله سبحانه عشان أأمن الناس وأمن العيال وأمن البيوت. وهنا ينشغل هذا الذي يحرص بذكر الله سبحانه، مش بعلو الصوت، مش بخبط العربيات بالشومة ولا خبط الأرض بالحديدة، ده كله ده مش هيأمن حد. لا لا لا، اللي يأمن الناس ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن يحس إنه في رجالة موجودين مسلمون، مسلمون يدي الحق وياخد الحق. أما إن يحس إن لا، إن دول بيتقوى بعضلاته بالسيف اللي في إيده، هيلاقي كل منطقة كده هيبقى ما فيش أمن ولا أمان، ومش هتعرف تطلع من حيك لحي تاني، لأن هتلاقي نفس الشيء في المكان الآخر. فلذلك عايزين إن احنا نتعاون على البر والتقوى. برضو الاجتهادات الفقهية في هذه الأيام عايزين نخف منها،
نخف منها، انه كتر الكلام المظاهرات حلال ولا حرام، المظاهرات وبعدين اخوه يختلفوا، ما انت قاعد ما انت ما طلعتش اصلا، هتختلف مع غيرك ليه؟ وان احنا نقعد احنا نفركش بعضنا على انه هي حلال لا من وراها خراب لا من وراها حرام، يا اخي سيب اللي طلع طلع انتهى الامر، هو اختار لنفسه هذا الشيء، انت مكست في هذا المكان اختار، وكل مجتهد وربنا سبحانه وتعالى يؤجر الجميع. اما ان احنا نفتحها حدوته بقى ونقعد في الاخر نتفرق مع بعضنا انه تكفير فلان ولا عدم تكفير ولا نعمل مش عارف ايه ولا ما يجيبش كذا، الا لو اتفتح الباب ما تأمنوا الناس اللي في البيوت، البلد أدمى يا جماعة على وقت صعب جدا، التجار ما فيش تجارة بتجيلهم، الأسعار بترتفع على الناس، المرتبات هيجوا في آخر الشهر لو فضلوا على كده ما حدش هيقبض حاجة، الناس هتاكل منين؟ هيبقى في مجاعة. إن ما كانش الإيمان والتقوى في القلوب الناس هتاكل بعضها، مش عايزين الناس تصل إلى هذا الشيء، مش عايزين يكون في غل للناس بعضها من بعض، لا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى. إذا كنت تاجرا ارحم الناس، ما تعليش على الناس الأسعار بتاعتها، بيع بالأسعار اللي يقدر عليها الغلبان الفقير، خدوا بالكم من قوت الناس، وإن الإنسان المحتكر كما قال النبي كما قال عبد الله بن أبي أوفى في البخاري، آكل ربا خائن الذي يحتكر السلعة ويمنع إن الناس ياخدوها عشان تغلى وعشان ما حدش يستغل المصائب، اللي بيستغل مصائب الناس ربنا يبتليه بالمصائب، تلاقي الإنسان اللي بيستغل يجيله موتى بسرطان، يجيله فشل كلوي، يجيله في الكبد بتاعه فيروس سي، يجيله مصائب لأنه بينتهز الفرص ليؤذي الناس، فاحذروا من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. اتقوا الله في أنفسكم وكونوا إخوة متحابين في الله سبحانه، واضربوا المثل الحسن في الحي اللي احنا فيه للأحياء التانية يكونوا زينا، ما نكونش بنقفل على الناس ونضيق على الناس ونسن للناس سنة سيئة، ما يكونش بيننا الخلاف، إذا اجتهد إنسان وخد بشيء سيب، اللي اجتهد خد برأيه، طلع ما طلعش، قعد ما قعدش، ما تفتحش مجال للخلاف اللي يفرق الباقي اللي موجودين. من يتقي الله يجعل له مخرجا، من يتقي الله يعني اللي يخاف من الله، اللي يخاف من النار، اللي عمله كله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعل له مخرجا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين، قسم قال لك واحد على فرسه بيحرس ويجاهد في سبيل الله، وواحد تاني قاعد في حاله قاعد في بيته يعبد الله ويصلي ويصوم، لا عب على ده ولا عب على ده صلوات الله وسلامه عليه. لذلك من جيش الآن يقعد يعير بعضنا بعضا، فلان خرج فلان قعد فلان كذا، اللي في مقدور شيء يفعله لتأمين البلاد وتأمين العباد. ونرجع للحديث، ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، حرصت في سبيل الله. يبقى ننبه اخواننا اللي في الشوارع اللي بيحرسوا، اوعى الصلاه دي عليك، اوعى تضيع، انت اذا كان عينك مش هتمسها النار، بس اذا كنت تارك للصلاه هتمسها النار، لا، وقت الصلاه صلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الصلاه تزود الانسان ايمانا وتزوده يقينا، ومش هترتفع القربات الا بالقرب من الله سبحانه. الكروب صعبة والكروبات صعبة، والإنسان لما يقرب من الله ربنا يرفعه وربنا يرفع عنه الهم والبلاء الذي هو فيه. هذه عين. العين الثانية، عين بكت، عين بكت من خشية، إنسان يخاف الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا ذكر الله وذكر بالله انهملت عينه، بكى من خوف الله، سمع القرآن بكى من خوف الله سبحانه تبارك وتعالى. عين بكت من خشية الله. العين الثالثة أنهي، وعين كفت عن محارم الله، عين كفت عن محارم الله. يبقى هنا أما رأى شيئا يحرم عليه أن ينظر إليه من العورات من النساء وغير ذلك، يوم يغض البصر خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. دي ثلاث أعين الله عز وجل ينجي صاحبها من النار لأنه خاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاحذروا من غضب الله، وهذه فرصة ليظهر الإيمان القوي ويظهر من الإنسان الشجاعة التي في الحق وليست في الباطل. لا تجعلوا بأسكم بينكم، نبئ إخواننا أهل السوق وأهل الشارع إن مش كل شوية تعملوا عركة مع بعض، الهزار اللي بيقلب في النهاية بمصيبة احذروا منه، وذكروا بعضكم بذكر الله سبحانه، ذكروا بعضكم بالصلاة،
بالدعاء بالإكثار من ذكر الله. نسأل الله عز وجل أن يؤمن البلاد والعباد، وأن يزيح أهل الشرك والفساد، وأن يملأ قلوب العباد بالإيمان والطمأنينة، وأن يعيد للبلاد هيبتها، وأن يعيد للعباد أموالهم التي نهبت منهم، وأن يرجع الأمن والأمان كما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.